السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المشاهدون الأعزاء في كل مكان، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم سماع وحكاية. في أول قصيدة من ديوانه ترجمان الأشواق يقول الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن عربي رضي الله عنه وأرضاه في بيت من أبياتها: تحيي إذا قتلت باللحظ منطقها كأنها عندما تحيي به عيسى. وهذا البيت يكني به عن النظام أو عين الشمس والبهاء ابنة الإمام العلامة الكبير مكين الدين أبي شجاع زاهر بن رستم بن أبي الرجا الإصفهاني، والذي لقيه الشيخ الأكبر بمكة المكرمة حيث كان مجاورا. والشيخ الأكبر يكني بالنظام ولكنه يومي إلى الواردات الإلهية والتنزلات الروحانية والمناسبات العلوية جريا على عادته في ذكر هذه الفتاة في كل هذا الديوان الذي هو ديوان ترجمان الأشواق. وفي هذا البيت بالخصوص: تحيي إذا قتلت باللحظ منطقها كأنها عندما تحيي به عيسى، يشير الشيخ الأكبر رضي الله عنه إلى مقام الفناء في المشاهدة، والذي ألف من أجله كتابا سماه كتاب الفناء في المشاهدة. وكتاب الفناء في المشاهدة يدور حول جزء من حديث جبريل عليه السلام الذي يقول: قال فأخبرني عن الإحسان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والشيخ الأكبر هنا رضي الله تعالى عنه يقول: فإن لم تكن تراه، يعني إذا فنيت عن فنائك وفنيت عن نفسك وبقيت بالله عز وجل فإنك سوف تراه وتشاهده. إذن فكل القصيدة بما فيها تشير إلى هذا المقام، وتشير إلى كل ما يتعلق به من التنزلات الروحانية والمناسبات العلوية. قال الشيخ الأكبر رضي الله تعالى عنه، وهو ما سوف تتغنى به فرقة ابن عربي للموسيقى والسماع الصوفي: تحيي إذا قتلت باللحظ منطقها كأنها عندما تحيي به عيسى، توراتها لوح ساقيها سنا، وأنا أتلو وأدرسها كأنني موسى. Thank you.
محمد
محمد رسول الله.